السلام عليكم، معكم عبد المجيد بوغطاس. في هذا الفيديو نتعرف على النظام العشري سيستام ديسيمال. سيستام ديسيمال أو النظام العشري هو النظام المتعارف عليه عند أغلبية الناس، وهو النظام أكثر استعمالا. ويتكون النظام العشري من 10 أرقام شفر، وهم 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وهذه 10 أرقام تسمى باز دو ديس، يعني أن هذه 10 أرقام هي أساس النظام العشري. عندما نقول النظام العشري يعني أساس 10 أرقام سيستيم ديسيمال اي على باز دو ديس شيفر. بهذه 10 أرقام نستطيع تكوين أي عدد مهما كان، من الأعداد الصغيرة إلى الكبيرة. لنأخذ أمثلة: 540، 21، 300، 701، 68، 9702، وهذا العدد الكبير، وأخيرا العدد 17. أما الآن لنتعرف على قوة الأرقام حسب مركزها. لنأخذ مثال العدد 4657، فالرقم 7 هو اللي يمثل الآحاد يونيتي، وهو يعتبر أضعف مركز لأنه مضروب في 1، تبقى قوته نفسها لا تكبر. أما الرقم 5 الذي يحتل المركز الثاني يمثل العشرات ديزان، وهو أقوى من الآحاد لأنه مضروب في 10. أما الرقم 6 الذي يحتل المركز الثالث يمثل المئات سنتين، ويعتبر من المراكز القوية لأنه مضروب في 100. وأخيرا الرقم 4 يحتل المركز الرابع يمثل الآلاف مليار، وهو مركزه قوي لأنه مضروب في 1000. وبالتالي العدد 4657 يساوي 4 مضروبة في 1000 مع 6 في 100 مع 5 في 10 مع 7 في 1 يساوي 4000 مع 600 مع 50 مع 7. في الأخير يساوي العدد 4657، مع العلم أن الرقم 1 يساوي 10 قوة 0، والعدد 10 يساوي 10 قوة 1، ومئة تساوي 10 قوة 2، وألف تساوي 10 قوة 3. أما الآن نتعرف على طريقة أخرى لتفكيك العدد العشري. نأخذ العدد نفسه 4657 ونقوم بقسمته على 10، النتيجة تساوي 465 والباقي 7، ونقوم بقسمة متوالية للنتيجة السابقة 465 على 10 والنتيجة 46 والباقي 5. نقوم بقسمة العدد 46 على 10 والنتيجة 4 والباقي 6، ثم نقسم الرقم 4 على 10، النتيجة 0 والباقي 4. عندما تكون النتيجة 0 نتوقف عن عملية القسمة. الآن نقوم بترتيب الأرقام الباقية من عمليات القسمة المتوالية، وترتيبها يكون بشكل تصاعدي لنكون العدد 4657. وبهذا نصل إلى ختام الفيديو. لا تنسوا الاشتراك بالقناة.